لان اللي بيحصل قدام حضراتكم دلوقتي يا جماعه دي واحده بتتاجر باولادها، ولازم يبقى ليها رادع قوي عشان ما حدش يعمل زيها. عارف اللي في ناس كتير متعاطفين مع ام زياد وبيقول اللي هي بتمر بظروف صعبه. يا جماعه بعد اذن حضراتكم، الحياه الشخصيه خط احمر مش من حق اي حد اللي هو يتدخل فيها. يعني حتى لو افترضنا اللي في حاجه بتسيء لاولادك، بدل ما تغطي عليهم وتستري عليهم بتطلعي تفضحيهم. والمؤلم يا جماعه اللي هي بدات تسلخ راسه وحطته في حل على النار وسلقته. جاره الست دي كانت بتتكلم وبتقول ان اليوم اللي حصل فيه الجريمه كان فيه صريخ داخل الشقه، قضيه تقشعر لها الابدان. الطفل ده يا جماعه هيفضل يصرخ ليوم الدين. الاب اللي شاف ابنه او دفن ابنه عباره عن اشلاء عمره ما هينسى مشهد زي ده. المشهد يا جماعه مؤسف جدا، والحقيقه ابشع بمراحل من اللي حضراتكم بتشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي. الام كلمه صغيره وحروفها قليله، لكن الكلمه دي بتحمل كتير من معاني الانسانيه والرحمه والحب والحنان والعطاء بدون مقابل. في الكام يوم اللي فاتوا يا جماعه بدات تظهر على الساحه قضايا اقل ما توصف انها غير انسانيه، وبقينا نشوف الام اللي هي مفروض تحافظ على اولادها هي اللي بتاذيهم بايديها. النهارده هنتكلم مع حضراتكم في قضيتين شغلوا الراي العام على مدار الايام السابقه، وهي قضيه البلوجر ام زياد واللي استغلت اولادها وطعنت في شرفهم عشان الترند وعشان الشو. مش بس كده، هعرض على حضراتكم في حلقه النهارده اقوال سيده فقوس اللي قتلت ابنها بدم بارد وطبخته واكلته. لان ببساطه كده يا جماعه الكلام اللي هحكيه مع حضراتكم في حلقه النهارده اقل ما يوصف انه كلام صادق. علشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. خلينا نخش مع حضراتكم على طول في اول خبر معانا في حلقه النهارده، وهو بخصوص البلوجر ام زياد. في الكام يوم اللي فاتوا يا جماعه بدانا نشوف مقاطع فيديو لسيده بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع يوتيوب وبدات تتاجر باولادها. طب هتقولوا لي ازاي بتتاجر باولادها؟ ببساطه كده، كان في خلاف بينها وبين زوجها. المفروض اللي هم كانوا عاملين قناه وبيعملوا يوميات، بعد كده اختلفوا مع بعض قررت ان هي تعمل قناه ثانيه. فتعمل ايه بقى عشان تطلع ترند او عشان الناس تشوفها؟ تبدا تتاجر باولادها وتقول اللي هي دخلت غرفه ولقت ابنها بيعمل علاقه غير مشروعه مع بنتها. طبعا يا جماعه مقطع فيديو زي ده استفز كل الناس اللي بتتفرج او المتابعين للست دي. فالست دي طبعا عارفه ان الناس كانوا ينتقدوها، بدات تقفل الكومنتات وما تردش على حد وتعلي في الموضوع اكتر واكتر وتستغل اولادها اكتر واكتر. وطبعا الناس اللي زي دي لما بتعمل حاجه زي كده فاكرين ان هم بعيد عن طائله القانون. فوحده الرصد والتحليل بمكتب معالي المستشار النائب العام رصدت القناه دي، وبالفعل تم القبض على الست دي. بدات تتكلم كلام في تحيات النيابه العامه اقل ما يوصف انه سقطه اخلاقيه، لان ببساطه كده يا جماعه الست دي كانت مصره على موقفها، عايزه تقول بالفعل ان اولادها كانوا بيعملوا علاقة قاسمة مع بعض. وهنا أنا عايز أقف مع حضراتكم ونوجه لنفسنا سؤال مهم جدا. هل الأم المفروض تستر ولا تفضح؟ يعني لو فرضنا إن الكلام اللي هي بتقوله كلام صحيح، مع إنه كلام عشان الترند وعشان الشو، ما كانش ينفع إن هي تطلع تعمل حاجة زي كده، لأن ببساطة هي ظاهرة في مقطع الفيديو هي وأولادها، وأنا للأسف يا جماعة حفاظاً على الأولاد مش هعرض مقطع الفيديو. وفي ناس كتير دخلت لي على الخاصة يا جماعة وبتقول لي انت ليه ما اتكلمتش في الموضوع ده؟ هنا انا هتكلم مع حضراتكم بكل شفافيه وهقول لكم اللي انا في المقام الاول، اذا كانت الام مش خايفه على اولادها فانا راجل بخاف ربنا، خايف ان انا اطلع انشر حاجه زي كده ممكن اضر الاولاد من غير ما اقصد. لان اللي بيحصل قدام حضراتكم دلوقتي يا جماعه دي واحده بتتاجر باولادها، ولازم يبقى ليها رادع قوي عشان ما حدش يعمل زيها. طبعا انا بطالب بتطبيق اقصى عقوبه على السيده دي علشان ما نشوفش المواقف دي تاني على مواقع التواصل الاجتماعي. عارف اللي في ناس كتير متعاطفين مع ام زياد وبيقولوا اللي هي بتمر بظروف صعبه. يا جماعه بعد اذن حضراتكم، الحياه الشخصيه خط احمر مش من حق اي حد اللي هو يتدخل فيها. يعني حتى لو افترضنا اللي في حاجه بتسيء لاولادك، بدل ما تغطي عليهم وتستري عليهم بتطلعي تفضحيهم. اولاد في عمر الظهور مطلعهم معاكي في مقطع الفيديو وبتجري بيهم. اذا كنتوا حضراتكم متعاطفين معاها، لو ابنك او بنتك في الموقف ده ترضى اللي يحصل موقف زي ده؟ اللي انا شايفه قدامي ده يا جماعه اسمه التجار بالبشر، لان الاولاد دول ما يملكوش حريتهم او اللي هم يبدوا رايهم يطلعوا او لا. وده بقى ينقلني للخبر الثاني اللي لحد الوقت اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه عقلي مش مستوعبه.
وهي قضية سيدة الشرقية أو فقوس تحديدا اللي قتلت ابنها وطبخته وأكلته. الست دي اتكلمنا في حلقة قبل كده بخصوص الموضوع ده، وقلت لحضرتك كل الناس اللي ما تعرفش إنها ببساطة كانت منفصلة عن زوجها وكانت عايشة مع ابنها ده لمدة 3 سنين. وعلى حد كلام محاميها اللي هنجيله قدام شوية، قال اللي زوجها كان سايبها وما كانش بيأكل ابنه وكان بتأكل ابنها فيما معناه برسيم وكلام من هذا القبيل. لكن عايز أقف مع حضراتكم عند أقوال الست دي في النيابة العامة. ببساطة كده يا جماعة، الست دي لما قعدت أمام وكيل النائب العام المحترم قالت أقوال تفصيلية عن الجريمة. قالت اللي هي كانت مخططة اللي هي تقتل الولد يوم الثلاث، وقررت تنفذ الجريمة بتاعتها يوم الأربع. يوم الأربع بقى عملت يا جماعة، جابت الولد ودبحته. مش بس كده، بدأت تقطع الولد أجزاء صغيرة، والمؤلمة جماعة اللي هي بدأت تسلخ راسه وحطته في حل على النار وسلقته. مش بس كده، بدأت تطلع من لحمه وتاكل منه. وعلى حد كلام الأستاذ أحمد حمد المحامي، قالت في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت عايزة تاكل ابنها عشان ترجعه بطنها مرة تانية. ومعلش يا جماعة، أنا عايز أقف مع حضراتكم عند المشهد ده، لأن اللي أنا شايفه ده جماعة مشهد سينمائي. أنا لحد دلوقت اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيه عقلي مش مستوعب، بقول هو ممكن أم تعمل في ابنها كده؟ تعمل في ضناها كده؟ حتى لو هي مثلا مريضة نفسيا، الفطرة اللي ربنا خلقها فيها، يعني دي أم في حنان في رحمة في حب للطفل ده. وعايزين نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، لو الست دي حتى كانت عايزة تنتقم من جوزها، ما كانت قتلت جوزها؟ ما كانتش قتلت الطفل ده؟ أنا هنا تحديدا يا جماعة بتكلم عن الإنسانية. الطفل ده ما عداش عمره 5 سنين. جارة الست دي كانت بتتكلم وبتقول إن اليوم اللي حصل فيه الجريمة كان فيه صريخ داخل الشقة. مش بس كده، قالت أمام النيابة العامة هناء والدة الطفل إن ما كانش فيه الكلام ده، لأن أنا المفروض كنت مخططة للجريمة دي. يعني ببساطة كده يا جماعة، وكيل النائب العام اللي بيسمع الكلام ده هيقول إن الست دي ست عاقلة. لكن قلت لحضراتكم في حلقة قبل كده، اللي يفصل في حاجة زي كده هو الطب الشرعي، لأن هو الجهة المنوطة بالكشف على قواها العقلية. والنيابة العامة عشان الأستاذ أحمد حمد المحامي كل الاحترام والتقدير ليه، قالت في بيانها إن هيتم إحالتها للجنة طبية مختصة وهي الطب الشرعي. في حتة اللي أنا أشكك في قرار النيابة العامة أو بيان النيابة العامة، فده أمر غير مقبول بالمرة، لأن إحنا هنا جماعة قدام قضية رأي عام، قضية تقشعر لها الأبدان. الطفل ده جماعة هيفضل يصرخ ليوم الدين. الأب اللي شاف ابنه أو دفن ابنه عبارة عن أشلاء عمره ما هينسى مشهد زي ده. المشهد يا جماعة مؤسف جدا، والحقيقة أبشع بمراحل من اللي حضراتكم بتشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي. الست دي لو عمها ما كانش راح زارها واكتشف الجريمة، جايز ما كانش حد عارف الجريمة دي، لكن ربنا أراد لسبب ما إن يكشف الفاجعة دي عشان تبقى عبرة وعظة لكل الناس. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان آخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم الأم اللي أقدمت على جريمة زي دي هل هي مريضة نفسية ولا لا؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم إسلام ناجي ماستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.